أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام لأنبياء الله جميعا، محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعظم صفة للإنسان أن يتصف بها هو أن يجعل من نفسه قد سميت عبد الله. وعندما نلاحظ القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم في خطابين عظيمين أمام حدث عظيم وأمام مرحلة جليلة. عندما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لاحظ هذا الخطاب، أن الله سبحانه وتعالى وصف أحب مخلوق إليه وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة، خاطبه بعبده، أن محمدا لم يكون عبدا لأحد. قال له سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، خاطبه بعبده. وفي موضع آخر في القرآن الكريم، عندما تفضل الله تعالى على نبيه قال وأوحى إلى عبده ما أوحى. السؤال الذي يطرح علينا جميعا، كيف يمكن لنا أن نحصل العبودية؟ هل يمكن أن تحصل العبودية من خلال صلاة جوفاء أو من خلال إقامة الصلاة فحسب؟ هل يمكن أن تحصل العبودية من خلال أن الإنسان يؤدي شعيرة الصوم؟ هل يمكن أن تنطوي العبودية تحت شعيرة الحج فحسب؟ هذه كلها تكاليف، وهذه وظائف للعبد، ولكن لا يمكن هذه الشعائر وهذه الوظائف أن تجعل من الإنسان شخصية بحيث أن تصبح عبدا لله فحسب. المفهوم الأول للعبودية أن الإنسان يصلي. النقطة الأولى للعبودية أن الإنسان يصوم. ولكن للعابد وظائف شتى، للعابد وظائف شتى. عندما نأتي إلى كتاب تنبيه الخواطر، كتاب جيد، جبرائيل يخاطب لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول يا محمد إن السلام يقرئك السلام. ثم قال يا محمد لو كانت عبادتنا على وجه الأرض لعملنا ثلاث خصال. جبرائيل يخاطب لنبينا محمد صلى الله عليه وآله قائلا يا محمد لو كانت عبادتنا على سطح الأرض كباقي بني آدم
لكانت عبادتنا في ثلاث خصال. ما هي يا جبرائيل؟ قال: الخصلة الأولى سقي الماء للمسلمين. وهنا آتي إلى كلام لبعض الشراح الذين علقوا على هذه الرواية، لماذا قيل سقي الماء؟ أشير باختصار إلى كلامهم، يقول: باعتبار أن الماء هو من حق كل موجود في هذه الدنيا، لا يمكن أن تملك عن أحد، فالله سبحانه وتعالى أعطاها لجميع بني آدم، حق لجميع بني آدم. فجبرائيل يقول لمحمد: لو كنا نعبد الله تعالى على وجه الأرض لأعطينا لكل ذي حق حقه. وأعطى الوجه الأبرز لكل ذي حق حقه سقي الماء. قال: سقي الماء، الخصلة الأولى سقي الماء للمسلمين. الخصلة الثانية قال: إغاثة أصحاب العيال. وحقيقة أيها المشاهد الكريم، ونحن في ضيافة الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث: كلكم عيال الله وأحبكم إلى الله أنفعكم لعياله. فلو جاء الإنسان ليقول أي أمر يمكن أن يجعل من نفسي نفسا عابدة لله أو أسمى عبدا لله تعالى، قال: أن تغيث الملهوف. ولهذا التفت إلى هذه النكتة القرآنية عندما جاء خطاب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وكلكم يعرف أن الذي أتى بالزكاة وهو راكع هو سيد البلغاء علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لعل سائل يسأل: أننا نقرأ في رواية أن أحدا دخل على الزهراء قال: يا فاطمة أدركي عليا وعظم الله لك الآجر بعلي. قالت: وأين؟ قال: في المسجد. قالت: لا عليك، إنها غشوة تعتريه بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب كيف يمكن لعلي وهو في الصلاة راكع أن ينظر إلى السائل وأن يمد يده ليقدم له الخاتم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، كيف يمكن لعلي أن يقدم الخاتم وهو في الصلاة؟ فعلي أراد أن يقول لنا مسألة: إن الصلاة أو إن أعمال بني آدم إذا أراد الإنسان لها القبول لابد أن تنطلق من محورين أساسيين. المحور الأول فيما بينك وبين الله، وهذا ما يمكن أن يصور في الصلاة والصيام والحج وغيره. والنقطة الثانية في عيال الله. فإذا أردت أن تصبح عبدا لله في شخصيتك، أن تقوم في جانبك مع الله العبودي وفي الجانب الآخر مع عيال الله. فجبرائيل قال لرسول الله: الخصلة الثانية لعملنا على إغاثة أصحاب العيال، هذا الذي لم يستطع أن يقوم بحوائج أبنائه، لن يستطع أن يقوم بمعونة أحبابه لوقفنا بجنبه. النقطة الثالثة قال جبرائيل لرسول الله: ستر الذنوب يا رسول الله.
لو كنا نعبد الله في هذه الدنيا لكان عملنا الثالث أن نستر الذنب. يمكن لنا أن نرى ذنبا من أحد فلا نتحدث به، ولا يمكن أن نفشيه، لأننا نعلم أن الذي يفضح ذنوب الآخرين يفضحه الله سبحانه وتعالى ولو كان في جوف بيته. ومن هنا في الرواية نجد أن رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، إن فلانا في البيت الفلاني يفعل الفاحش مع امرأة أجنبية عنه، هل لي أن أذهب إليه وأن آتيك به؟ قال: لا. أين علي؟ فجاء علي عليه السلام. يقال أن عليا توجه إلى الدار، دخل الدار مطبقا لعينيه، فلما رأوه خرجوا من الدار، فجاء علي إلى رسول الله قال: لم أرى أحد. فقال جبرائيل: ستر الذنوب يا رسول الله. هذه النقطة الثالثة. هذه من الأمور التي تصنع من الإنسان شخصية مؤمنة، وأن يصبح الإنسان عبدا لله. المحور الثالث، وهي من أعظم النقاط ولا بد للإنسان أن يلتفت إليها، هو أن يكون منصاعا لأمر مولاه ولأمر سيده. وسادة الوجود هم آل بيت العصمة والطهارة، محمد وآل محمد. ولهذا الحسين لما توجه إلى كربلاء اعترضه الحر ابن يزيد الرياحي ومعه ألف فارس، اعترضوا خط الحسين. لما حان وقت الصلاة التفت الحسين إلى الحر، قال: يا حر، أصلي بأصحابي وتصلي بأصحابك. فالتفت الحر إلى الحسين قال: لا يا ابن رسول الله، تصلي بأصحابك ونصلي بصلاتك. كانوا يصلون، كانوا يصومون، كانوا في الحج وجاءوا للجهاد، ولكن هؤلاء الألف فارس الذي لم يتخلى عن محاربة الحسين ومناوأة الحسين إلا الحر، ويقال معه ولدين من أولاده، التحقوا بركب الحسين. أما الباقي هم وقفوا مناوئين لأمر إمام زمانهم. جاء قول صادق أهل البيت ليقول لهم أن صلاتكم ما تنفعكم، أن إيمانكم بالله ما ينفعكم، لأنكم تخلفتم عن إمام زمانكم. فقال صادق أهل البيت بعد فاجعة كربلاء: ولعن الله أمة سمعت بذلك ورضيت به. بعدما قال لعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا أبا عبد الله. إذن ألملم الحديث: الإنسان ليصبح عابدا لله، عبدا لله، عليه أن ينظر إلى علاقته بينه وبين ربه وبينه وبين مجتمعه، وأن يكون منصاعا انصياعا تاما لإمام زمانه. وإمام الزمان هي أعظم النعم من الله علينا، لأنه الواسطة الكبرى فيما بيننا وبين الله. نسأل الله أن يشملنا لخدمة محمد وآل محمد، إنه على كل شيء قدير. وأفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.